في العصر الراهنة عظيمة ونادرة، ولكنها تتطلب اهتماما كبيرا وتحتاج إلى الكثير من الصبر والأنات. وهذه المهنة هي الترميم. للإطلاع على تفاصيل أكثر حول هذه المهنة التقينا السيدة شان جاجيو الذي تعمل على ترميم اللوحات الأثرية في متحف القصر الإمبراطوري في بكين منذ نحو 38 عاما. لا يمكن لهذا العمل أن يجلب الثروة، ولكنه يتمتع بقيمة كبيرة. وتعمل شان جاجيو على ترميم هذه اللوحة المكتوبة بخط الإمبراطور من عهد أسرة تشينغ الذي كان فنانا وجامعا. كان الإمبراطور تشيانلون يهتم بزخرفة الصور للغاية، وكان دائما ما يقدم لنا إيضاحات حول أشجار الصنوبر وعدد طيور الكرك في اللوحة. قالت لنا شان إن أعمال الترميم لمثل هذه اللوحات تستغرق حوالي 4 أشهر. أهم شيء بالنسبة لنا هو أن نتمتع بالصبر وقلب هادئ، فقد تحتاج إلى سنة واحدة لترميم عدة لوحات مرسومة أو مكتوبة، وهذا العمل لا يمكن القيام به ونحن في عجلة من أمرنا. فإذا كنت في مزاج سيء وكنت تعمل بشكل غير سلس، فيجب عليك أن تتوقف عن فعل ذلك، لأن خطوة خاطئة ستضر بالعمل كله، وهو أمر لا رجعة فيه. لقد عملت شان في هذا المجال لمدة 38 عاما، حيث يزور السياح متحف القصر الإمبراطوري كل يوم. ويقع قسم شان في فناء هادئ. يولي تلميذ شان وهو شاب بدأ رحلته في عالم الترميم. أنا أعمل هنا منذ 2.5 السنة تقريبا، لكني لم أرمم حتى قطعة واحدة لأن أستاذتنا طلبت منا عدم ممارسة الترميم بأنفسنا إلا بعد 3 سنوات من التمرين. عملي يقتصر على مرحلة التحضير مثل مزج المعجين بالتحريك فقط. أهم شيء تعلمته هو المسؤولية في ترميم الآثار القديمة. في هذه الحالة تقوم شان بترميم لوحة المناظر العريقة. الخطوة الأولى هي غسل اللوحة بمياه دافئة لإزالة طبقات من الورق العالقة خلف اللوحة. إن الورق الخلفي للوحة مصنوع خلال حقبة الإمبراطور تشيانلونغ، والتقنية التي صنعت بها مفقودة. سنحتفظ به لإكمال ترميم العمل، وأصعب الخطوات هو إزالة الطبقة الأخيرة من الورقة العالقة بخلفية اللوحة مباشرة، وسماكتها 0.22 ملمترا. سنزيل الطبقة من خلال فركها. بعد 3 أيام نجحت شان في إزالة الطبقة. كلما أكملت الترميم شعرت بإنجاز عظيم. إن الكسل لا يناسبني، فأنا أتحلى بضمير مهني. هذه اللوحة التي تصور طائري كرك جميلين على الحرير تعود لفترة أسرة مينغ الملكية. عادة يستغرق ترميمها نحو 4 أشهر، وهناك طريقة سهلة للترميم، ألا وهي لصق قطعة من الحرير خلف اللوحة، وبذلك يمكن إنهاء العمل خلال أيام قليلة. لكن شان اختارت طريقا معقدا آخر لموائمة جميع الخيوط أفقيا وعموديا. إذا عملت بتلك الطريقة السهلة ستلتصق قطعة الحرير التي وضعت خلف لوحات لمئات السنين، ولن يكون هناك أي وسيلة لإصلاحها مرة أخرى، وستنتقدني أجيالنا القادمة لاستخدام هذه الطريقة في الترميم. وليس من السهل نقل قطعة من الآثار الثقافية من جيل إلى جيل آخر. ورثت شان هذه المهارة عن والدها الذي كان يعمل على حماية الآثار الثقافية في متحف القصر الإمبراطوري 70 عاما. لم يكن يسمح لنا والدي بجمع الآثار، لذلك لم أذهب قط إلى السوق العتيقة. إذا كنت من هواة جمع الآثار ستسعى لجمع بعض الآثار أو مواد معينة من فترة قديمة، وقد تميل لسرقة بعض الآثار من المتحف، لذلك لن أقوم بهذه التجارة. بالإضافة إلى ترميم الآثار بنفسها، تعمل شان على رعاية الجيل القادم لتعلم مهنة الترميم. قالت شان إنها تتطلع للسفر إلى الخارج بعد تقاعدها، لأن هناك الكثير من الأشياء التي تضطرها للبقاء في بكين حالياً.